نيم اوجب اورو انت اذ بصان الليلويا جيب فناي شوب شايني وعوج ملك باشان هالليلويا لان الى الاباد رحمته. اوج معناها عوج، اورو معناها الملك، اذ بصان معناها البشان. ثم تحولنا وصعدنا في طريق بشان، فخرج عوج ملك بشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في أذرعي، فقال لي الرب لا تخف منه لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. تثنية 3:1-2. أتعلم يا ربي، أريد أن أقدم توبة عن خطية أقوم باقترافها دوما. أحيانا أخشى الشيطان وأخاف منه، بل وقد يزداد الأمر حينما أخاف أن أغضبه، فأقوم بطاعته. أنا أقولها وأنا في قمة الخجل، هو يرعبني ويخيل لي أمورا كثيرة تجعلني أخشاه، ولكن إذ أن روحك القدوس يسكن فيا فيهبني الشجاعة والقوة كي أقاومه بمعونتك، وأستدعي قولك المطمئن لي لا تخف منه لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون، فإن إلى الأبد رحمتك.